عزيزي خلصنا بقى برحمة أمك، خلصنا لك والله. ماما عزيزي شو بكي؟ شوفي يا عزيزي، إذا بدك تضلي تاركي قلبك يمشيكي على هوا، بدك تضلي تبكي وتبكي وتبكي. أصحي لحالك يا عزيزي. لك أخ أخ، أنا اللي لازم أبكي، أنا، لأن الأشاري لأخي مرنا بتشرب من عندي. إيه أنا أصلاً كرمال هيك ضاربة بوزي 10 شبار ومتضايقة كتير. شنو أنا مقضي أيام وليالي على هذا المرسح؟ لك هذا مرسح نزهة النفوس يا أضامة، كرمال هيك أنا مو هاين علي. يعني هلا أنت، لك شو بدي أقول لك؟ لك تقبري أضامي على الحكي. يعني هلا أنت متضايقة وزعلانة مشان هيك؟ إيه معلوم كرمال هيك زعلانة. لكانوا يفكرني ضاربة هالبوس كرمال طارق يا دادا. أصبح أنت ما بتعرفني، أي ما تيجي وتشوفني شو عملت بعرس النسوان. طلعت لك بهالأرض ديار وقعد أفقش وأرقص وأرقص وأفقش وما همني شي، وطقطقت لهم للنسوان. يا قوية قوية، من يوم يومك قوية وصرت لك. الله يرحمك يا نوقة. لك عطستك عطس؟ إيه طبعاً لازم تكون قوية، لأنه اللي جاي بده إرادة وتصميم وفضاوة بال. مصممين نحن عمي، نحن المصممين، نحن أصحاب العزيمة. شو مفكرنا لك ها؟ حمدي الله يخليك حمية حمية، مشان نقدم آخر نمرة، نمرة الوداع. على قامت عليك يا قضامة. لك قوم حمدي حمية، رح يروح من بين ايدينا الزلمة. ولك لعينيكي ولعينين القضامة، ولك وانا حمدي حمية.